السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. معكم إيمان من قناة عالم إيمان تنظيم الوصفات. اليوم إن شاء الله الفيديو غتكون عبارة عن مائدة إفطار لذيذة وسريعة وشهية، نتمنى أنها تعجبكم وتاخذوا منها أفكار. أول شيء البنات، نقترح عليكم واحد تحلية باردة يمكن لكم تاخذوها من بعد الإفطار أو لوجبة السحور. غادي نحضر واحد الجينواز، كنت حضرتها معكم عدة مرات. اليوم غادي نحتاج 3 تاع البيضات، 150 غرام من السكر سنيده، 200 غرام ديال الدقيق الابيض، جوج ساشي ديال الفانيليا، وخميره كيماويه وحده. غنبدا على بركه الله. غادي نبدا في الاول نحرك البيض مع السكر والسكر الفانيليا بالطراب الكهربائي حتى يولي هكا عندي واحد العجين. مع بعضها ولا عندي واحد العجين رخو ولونه فاتح. غنضيف الان 200 غرام ديال الدقيق الابيض وخميره كيماويه. غنحرك مره اخرى بالخلاط الكهربائي، يعني غير الوقت اللي غادي ينسجموا فيه العناصر، ومن بعد غادي نديرها في واحد الاناء اللي غيمشي للفرن. ديت واحد الاناء مستطيل كيف ما كتلاحظوا، دهنتو بالقليل من الزبده والدقيق باش ما يلتصقش الكيك. وكما كتلاحظوا فهو واحد الاناء اللي هكا عريض وطويل، وغادي يجي واحد الكيك اللي عائلي. يمكن لكم تقدموه سواء هكا كبير اولا تقطعوه الى مربعات اولا مستطيلات صغيره. فانا خديت العجين ديالي وغادي نسرحو ونوزعو بواحد الطريقه متساويه باش يعطيني الشكل ديال المستطيل. غندخلو للفرن مباشره درجه الحراره 180 لمده 10 ديال الدقائق. في نفس الوقت غنحضر الكريمه وغنوضعها في الثلاجه باش تبرد. هذه الكريمه اللي غنستعملها لاول مره، خديتها من بيم للناس اللي غادي يهمهم الامر، فكاينه في الغيون ديال الفخي يعني اللي فيه الثلاجه وفيها لتر واحد. كنظن بانها مزيانه ولكن صراحه اول مره غنجربها، غنقول لكم في الاخر ديال الفيديو واش مزيانه اولا. فهنايا غادي ناخذ واحد الاناء وغادي نطربها، لان واحد الكريمه اللي حلوه ما غنحتاج حتى شي حاجه، فقط الطراب الكهربائي. وغادي نحاول يعني نطلعها بالقوام اللي بغيت. غنستعمل فقط النصف ديال الكميه والنصف الاخر غنسدو ونخليه في الثلاجه. القوام اللي حصلت عليه من بعد ما طربت الكريمه بالطراب الكهربائي واحد القوام اللي مزيان، غادي نسدو بالبلاستيك الغذائي ونوضعو في الثلاجه يبرد على خاطرو. الوقت اللي غادي نخرج الكيك من الفرن ونخليه يبرد عاد غادي نقوم بوضع هاد الحشوه. الجينواز ديالي من الفرن كيف ما كتلاحظوا فهي طايبه، اللون ديالها ذهبي واحد اللون اللي زوين بزاف. هذا هو السمك ديالها كذلك من 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 الداخل، يعني كتجي ماشي غليظه وماشي رقيقه وانما اسفنجيه وهكذا زوينه. فهنايا غادي نحاول نحيدها من هذا الاناء باش تبرد شويه وما تعرقش، باش ما تلتصقش من بعد، لان الا خليتها وهي عرقانه تقدر تلتصق وما تبغيش تحيد ليا. غادي نحيدها نخليها تبرد في واحد المكان عاد نعاود نرجعها لهذا المول المستطيل باش ندير ليها الكريمه من فوق. غنخلي الكيك يبرد وغنقوم الان بتحضير السمكه لوجبه الافطار. غادي نحتاج واحد السمكه كيف ما كتلاحظوا الحجم ديالها ماشي كبيره وماشي صغيره. عندي هنايا القليل من الفيرميسيل، القزبر والبقدونس، عندي الزيتون مقطع الى قطع صغيره، زيت الزيتون، نصف ليمونه. وبالنسبه للتوابل غادي نحتاج الملح، الخرقوم البلدي، فلفل احمر والكمون. الفلفل الاسود كذلك نسيت ما وضعتوش هنا ولكن غادي نزيدو من بعد في الخليط. اول شيء غنقوم بها البنات وين غنحاول نفلح يعني هاد السمكه ديالي باش تدخلها التتبيله من الداخل.
من بعد غناخذ واحد الاناء نوضع فيه العناصر كامله اللي قلت لكم. بالنسبه للفيرميسيل فانايا درت عليها يعني الماء الساخن من قبل ورطبتها مزيان ونشفتها عاد وضعتها في الخليط. هنا غادي نحرك هذه العناصر باكملها ومن بعد غادي فرن نوضع فيه السمكه مباشره. بالنسبه للفيرميسيل او الحشوه اللي بقات لي شايطه فانا غادي نوزعها كذلك فوق هذه الانيه باش تطيب شويه في الفرن، وعاد من بعد غادي نفرشها في الاناء اللي غادي نقدم فيه هذه السمكه. كيبقى لكم الاختيار، يمكن لكم ديروها فقط في واحد المقلاه هكا وديوها وتجيبوها، اولا ديروها في الفرن غير الحراره ديال الفرن تكون شويه منخفضه باش ما تكرمش. قبل ما ندخل السمكه للفرن فغنوضع عليها القليل من الصلصه ديال الطماطم، غادي نزيد عليها شويه ديال الاعشاب المنسمه وغادي نحركها مزيان كتعطي واحد البنه زوينه البنات، لان داك الطماطم والتوابل اولا الاعشاب المنسمه فيها هكا واحد المذاق ديال كيجي محمض مزيان وكيتوالم بزاف مع السمك، فدائما كنفضل نديرها قبل ما ندخلها للفرن كمرحله نهائيه. غنخليها تطيب على خاطرها، كيف ما قلت لكم في الاول من احسن الحراره ديال الفرن تكون شويه منخفضه باش الفيرميسيل ما يكرمش، وكما كتعرفوا يعني السمك كيطيب بسرعه. خليت السمكه في الفرن والان غنحضر معكم واحد لي سيغار زوينين بزاف وسهلين وسرع. هنايا بقات لي شويه نتاع الفيرميسيل من الحشوه ديال السمك، فقلت علاش ما نديرش هكا واحد لي نيم ديال لي كروفيت اولا ديال القمرون. هنا عندي واحد الكميه ديال الكروفيت اللي نقيتها، عندي القزبر والبقدونس، نصف ليمونه مصيره مقطعه الى قطع رقيقه، نصف ليمونه عاديه اولا نصف حامضه، عندي الصوجة والتوابل، غادي نستعمل الفلفل الاسود، فلفل احمر، الزنجبيل والخرقوم البلدي. غنبدا على بركه الله، غناخذ واحد المقلاه وضعت فيها تقريبا ملعقتين من زيت الزيتون. هذاك القمرون كان عندي شويه كبير فقطعته هكا الى قطع صغيره. من بعد غادي نضيف ليه التوابل وهاد الاشياء كلها اللي ذكرت، وغادي نخليهم يعني يتجانسوا مع بعضهم. الصوجة كتعطي واحد البنه زوينه بزاف في البريوات ديال السمك اولا لينيم ديال السمك، فكنفضل دائما اني نحطها نضيفها. فانا غادي نبقى مستمره نرجع لكم من بعد باش نوريكم كيفاش غادي نجمعهم في الورقه. هذه هي الحشوه ديال القمرون، فهي طابت الان، غنخليها تبرد على خاطرها وغنرجع للكيك ديالي. هنايا راه برد رجعته للانيه مره اخرى. غناخذ واحد الشوكه اولا واحد الفورشيت وغادي نبدا ندير هكا واحد التقيبات، لانني غادي نسقي الجينواز. كيما كتعرفوا الجينواز خصها تكون فازقه ونحسوا بها هكا يعني داك المذاق ديالها كتكون رطبه في الفم، فهنايا غادي نثقبها مزيان بواحد الشوكه. وغادي ناخذ ربع كاس ديال الحليب اولا تقريبا 3 المعالق ديال الحليب، وغادي نكبها هكا من فوق ونحاول نفزقها من جميع الجوانب. عاد من بعد غادي نوضع الكريمه. من بعد البنات ما ضفت الكريمه كيف ما كتلاحظوا هاد الجوانب كامله غادي نعاود نحيدها من بعد، فانا غنعاود ندخلها للثلاجه تبرد عاد غادي نزينها في اخر مرحله. غنرجع للحشوه ديال القمرون من بعد ما بردت مزيان، غناخذ الورقه ديال البسطيله وغادي نقسمها الى اثنين بهذا الشكل، لانني غندير واحد لي سيغار اللي ما كبرش بزاف يعني هكا صغيرين. فغادي ندير الحشوه اولا الكميه اللي بغيت، ومن بعد غادي نروليهم بواحد الطريقه سهله وكلاسيكيه يعني المعروفه ديال السيغار، وغنخليهم على جنب حتى يقرب وقت الافطار عاد غادي نطيبهم. Thank you.
البنات منتهيت من الحشو ديال السيجار، بقى لي شويه ديال الورقه ديال البسطيله، فقلت علاش ما نديرش هكا واحد شويه بالجبن. هنا عندي واحد الكميه ديال الجبن القابل للدهن، يعني اي جبن عندكم في البيت. غادي نضيف ليه بعض الاعشاب المنسمه وكذلك الزعتر، غنحركهم مزيان وغندير واحد البريوات. يعني عطاتني واحد الكميه صغيره، ولكن قلت يعني بلا ما نخلي ديك الورقه هكا تضيع، غادي نقوم بالحشو ديالها بالجبنه. كذلك كتجي لذيذه بزاف البنات، كنصحكم انكم تجربوها. والناس يعني اللي كيبغيو هكا داك المذاق ديال الحار يمكن لهم يضيفوا فيها واحد المعلقه ديال الهريسه. رجعت الكيك ديالي من بعد ما خرجته من الثلاجه تقريبا خليته واحد المده ديال ساعه. هنايا خرجته غادي نحيد هذوك الجوانب اللي قلت لكم، يعني غادي نقطعو باش نحصل هكا على واحد الشكل ديال المستطيل اللي مقد مزيان من الجوانب. ومن بعد غادي نزينو بالاشياء اللي عندي في البيت، يمكن لكم تزينوه كيف ما بغيتو. صراحه كيجي زوين بزاف، ويمكن لكم كما قلت لكم تقدموه سواء عباره عن تحليه هكذا كبيره عائليه الا كان عندكم ضيوف، اولا تقطعوه هكا الى مربعات اولا مستطيلات صغار. فهنا كما قلت لكم غنحيد هاد الجوانب، ومن بعد غادي نزينو بالقليل من الفواكه وكذلك اللوز افيلي اولا رقائق اللوز. بعد البنات ما زينت هاد التحليه كيف ما لاحظتوا كتجي بهذا الشكل، شكلها زوين وكذلك حجم عائلي. فانا غنرجعها مره اخرى للثلاجه وغنخليها تتبرد مزيان، عاد غادي ناخذوها بارده يا اما من بعد الافطار اولا في وجبه السحور. البنات هذه هي مائده الافطار اللي حضرت معكم اليوم. كيف ما لاحظتوا يعني واحد المائده اللي هكايا سريعه واشياء اللي كطيب بسرعه. فهنايا وضعت الاشياء اللي غنتناولوا، العصير، الحليب الى اخره. بالنسبه للسمكه اللي حضرت معكم جات رائعه جدا ولذيذه، والرائحه كذلك رائعه جدا. فما انه حنا دائما تنديروا عشاء وفطور في نفس الوقت، فدائما كنوضع واحد الطبق اللي يكون هكذا مالح. هنا عندي لي سيغار ديال القمرونجه وكذلك زوينين بزاف، غادي نرافقهم بصوص سوجا لانها كتجي مواتيه معاهم. هاد المثلثات نتاع الجبن كذلك جاو زوينين. هنا عندي شويه ديال الحريره بقات عندي من ليله امس فسخنتها اليوم. وطبيعه الحال وضعت هكا بعض الاشياء اللي كنتناولوا في الافطار، التمر، الشباكيه، الجبن، البيض الى اخره. وبالنسبه للتحليه كيف ما قلت لكم البنات، فاحنا غناخدوها يا اما من بعد الافطار يا اما في السحور. جات كذلك لذيذه بزاف وزوينه، كنصحكم انكم تجربوها لانها كتكل بارده وهكا تعطينا واحد الانتعاش. كنتمنى الفيديو نتاع اليوم تكون نال الاعجاب ديالكم. طبيعه الحال الا كنتوا اول مره كتشوفوني اليوم ما تنساوش انكم تشاركوا في القناه وتضغطوا على الجرس باش توصلوا دائما بالجديد. لي لايك ديالكم ولي كومونتير دائما تفرحوني وكيدعموني. كنضرب لكم موعد قريبا جدا فكره جديده وموضوع جديد. للقاء.